أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة من قال إن البخاري رحمه الله اختار السكوت في مسألة القول بخلق القرآن؟ هذا كذب، البخاري امتحن في هذا، لما قال مقالة الإمام أحمد امتحنوه بعض أهل وقته وهجروه، حصل عليه ما حصل كما هو معروف في تاريخه وسيرته رحمه الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.